اصحابي طالعين نتعشى وامورنا تمام وحلو كذا والى اخره، وقاعدين طبعا كالعاده على جوالي قاعد ارد على بعض العملاء بالليل بالسوشيال ميديا والى اخره، ومشغول وشويه اتكلم معاهم وشويه على جوالي شويه اتكلم معاهم وكذا، واصحابي خلاص عارفين الوضع. ففي السهره نفسها كذا في شخص قال كذا، كان شويه حزين كذا وزعلان مو مره، فواحد كذا انتبه قال له ايش بك ايش فيه؟ قال والله اخي في قصه خلتني اعيد تفكير في حياتي. فقالوا ايش تفضل ايش هي القصه؟ فيقول انه عنده مدير في الشركه، هو يشتغل في شركه مره كبيره الاف الموظفين فيها. هذا المدير اللي في الشركه من المدراء المحبوبين جدا، بل انه حتى اثر تاثير كبير جدا في هذه الشركه، والناس كلها تحترمه ويعتبر من اعلى المدراء، يعني من السينيور مانجرز. ولما يروح يزور بعض الفروع الناس يترحب فيه، ويعني عنده قصه نجاح كبيره جدا مع هذه الشركه والكل يحترمه. فيقول في يوم من الأيام أنا كطبيعة عملي ناخذ اعتمادات إما من مديري المباشر أو أخذ ضحان اعتماد منه هو، لأن هو صاحبي يشتغل في قسم المالية، فإذا في تقرير مالي يأخذ إما الاعتماد من مديره أو مديره يقول له خذ الاعتماد من المدير العام، يعني هو من واحد من مدراء العموم في الشركة. فيقول مرة مرات عادي كل مرة أتواصل مع الإيميل دير مدرة سير ما أعرف إيش ما أعرف اسمه، يا ريت لو تسوي لي اعتماد كذا كذا، وقال لي يرد لي خلال 10 دقائق ربع ساعة 5 دقائق زي كذا، بل إنه هو قابله في يوم من الأيام وقال لي إنسان بمنتهى الروعة. فيوم من الأيام رفع تقرير لمديره، مديره قال له خذ التقرير من اللي فوق هذا المدير العام. قال لي والله رسلت له على الإيميل نهاية اليوم ما أجد ريبلاي، ما في رد. استغربت تأخر علي وأنا أحتاج أسلم التقرير. فيقول نهاية اليوم وصلت مع مديري قلت له كيت ما في رد من هذا المدير. فيقول له خلاص استنى لبكرة. جاء تاني يوم برضو نص الدوام ما في تقرير. المهم جاء لهم إيميل إنه هذا المدير الكبير اللي محبوب في المستشفى عنده وعكة صحية. قال خلاص وعكة صحية نهاية اليوم إن شاء الله يرد علي ولا بعد بكرة. جاء بعد ثالث يوم فقط جاء خبر وفاته، توفى من أزمة قلبية أو شيء زي كده، خبر يعني وفاة طبيعية يقوله. ما أذكر سبب الوفاة حقيقة، بس أذكر إنه هو توفى بس ما كان عنده مرض معين ولا كان متوقع الوفاة، هو فجأة توفى. فيقول قلنا له أوكي يعني أنت زعلان عشان هذا توفى يعني ولا الله يرحمه إن شاء الله؟ قال لا، اللي غير حياتي واللي غير تفكيري، طبعا أنا جالس كده في الجوال، ما زلت في الجوال وقتها كده قاعد أرد، هو يقول إيش أبغى أعرف إيش اللي غير حياته وإيش اللي غير تفكيره. يقول إنه بعد ساعة واحدة فقط وجدوا بديل عنه واعتمد لي الإيميل. فقال إذا هو مدير مرة كبير في الشركة ومؤثر ساعة واحدة بس وجدوا بديل عنه، أنا معناها حيوجدوا بديل عني خلال 10 دقائق ولا 5 دقائق. فهذا الشيء خلاني أرجع خطوة إلى الوراء وأبدأ أفكر، طبعا هو كان سمين، إنه أنا ليش قاعد أعطي كل تركيزي في حياتي لعملي وهامل نفسي. وبدأ هو يخسر الوزن وبدأ يهتم في نفسه وبدأ يشتغل عليه. قابلته بعد فترة ما شاء الله تبارك الإنسان تغير بشكل غير طبيعي. ووقتها هذا الشيء عارف أبو إنه دقيقة شوية، أنا برضو نفس الشيء، حياتي كلها عملي وشغلي واهتمامي لشيء كبير شغلة بشكل كبير، أنا كنت أشتغل يومين 14 15 16 ساعة، وأين حقي على نفسي أنا كسهل؟ فلما سمعت ذيك القصة والله يا أخي بدأت أقول دقيقة شوية، وكأنه الحياة كانت متسارعة وأشياء بسرعة وسهل وتاسكات، وفجأة بطأت الحياة هذه، وبدأت أراجع قيمي وأراجع الأشياء اللي لها أولوية في حياتي. قلت أنت إيش أولوي؟ إيش الأولويات اللي في حياتك؟ إيش أهم قيمة عندك في الحياة؟ فقلت أنا بالنسبة لي سأل إنه أهم قيمة عندي من القيم الجميلة جدا الأهل العائلة الحالة الاجتماعية. إيش أولوي؟ إيش الأولويات اللي في حياتك؟ إيش أهم قيمة عندك في الحياة؟ فقلت أنا بالنسبة لي سأل إنه أهم قيمة عندي من القيم الجميلة جدا الأهل العائلة الحالة الاجتماعية. أنا أحب
يعني اني اكون مع اهلي ومع اخواني، ويعني بالنسبه لي القيمه العائليه الاجتماعيه كبيره جدا مع اصحابي والى اخره، هذه بالنسبه قيمه كبيره جدا. فوجدت نفسي انه هذه القيمه مهملها بسبب شغلي وعملي، انه اخذ كل وقتي كله. القيم الاخرى اللي برضو اللي عندي، القيم الاجتماعيه، القيمه الصحيه. أنا زمان كنت أشتغل في النادي وأروح وزي كذا، بعدين جت فترة بسبب الضغط العمل الكبير أهملت هذا الأمر، وصحتي بالنسبة لي قيمة عالية جدا. فبدأت ألاحظ أنه أصلا بالنسبة لي كسال قيمة المال ما هي عندي من الدرجة الأولى، هي ثالث أو رابع شيء. أنا يهمني أكون غني، يهمني يكون عندي مال وأحل مشاكلي وأعيش بسعادة أكبر، لكن ما هي مهمة عندي بشكل عالي. بدأت أراجع حقيقة وبدأت أغير شوية من حياتي. بدأت أقول أنه خلاص الدوام دوام، لما أطلع من الدوام خلاص أبدأ أفصل نفسي عن جوالي. بدأت أخذ، كنت أخذ ما أخذ إلا إجازة يوم واحد في الأسبوع، بحال ما أخذ إجازة حتى في إجازة أشتغل. الآن لا، مستحيل، عندي يومين إجازة، يومين إجازة أحاول قدر المستطاع أستمتع فيها، ولو إنه عقلي باحان في الشغل وزي كده، بس خلاص أجبر نفسي. بدأت تواصلي مع أهلي يكون أفضل. فتعلمت من هذه القصة عدة أمور. أول شيء تعلمته إنه ركز على عوامل السعادة الأخرى. عوامل السعادة الأخرى ليست فقط عمل شغل، عوامل السعادة الأخرى قد تكون زوجة، قد يكون ابن، قد يكون عوامل السعادة الأخرى صحتك، قد تكون حياتك بشكل عام اللي هي الحياة الاجتماعية، أصدقائك. عندنا أشياء كثير تشعرنا بالسعادة، مو بس فقط الشغل هو اللي يشعرنا بالسعادة. فهذه الأشياء الأخرى هل قاعد تركز عليها بنفس الوقت ولا لا؟ بدأت أركز عليها أكثر، وبدأت حياتي تتغير بشكل أفضل، بدأت أشعر بمستوى السعادة عندي يرتفع بشكل أفضل بكثير من السابق. هذا أول شيء. ثاني شيء تعلمته أيضا من هذه القصة وكذا حركني، وأنا أدرك هذا الأمر من زمان، لكن القصة هذه هي اللي عارف اللي السويتش اللي صار عندي الحقيقي جدا، أن المال ما هو النجاح الرئيسي والوحيد فقط، هناك نجاحات أخرى. أنت لما تكون في صحة كويسة، نجاحك الصحي هو نجاح حقيقي. نجاحك، علاقتك مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، هذا نجاح يجب أن نركز عليه بشكل مستمر. فالنجاح كده هو زي عجلة، فيه له جانب المالي، الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، الجانب الروحي، الديني. هذه العجلة إذا ما كانت متزنة لن تمشي، ما حتمشي، عارف؟ فعشان أشعر، عشان نرجع للخطوة الأولى، عشان تشعر بسعادة أعلى لازم يكون في توازن ما بينهم كلهم. فبدأت أوازن هذا الأمر. ثالث شيء تعلمته من القصة هذه أن الحياة قصيرة جدا، فلا تقضي حياتك أو لا تقضي إحنا معظم حياتنا في العمل. إحنا 8 ساعات ننام، 9 ساعات في العمل، ملاحظ؟ يعني وبعدين المتبقي من هذه الساعات حتكون في البيت والأهل والأصحاب. فثلث حياتنا نقضيه في العمل، وبالتالي وبحمد الله أنني أنا كسهل أعمل فيما أحب. فأنت الآن سؤالي لك، هل تعمل، هل تقضي يوميا ثلاثة أرباع وقتك أو ثلث يومك في شيء تحبه؟ فابحث عن عمل تحبه. لو أنت قاعد تشتغل في عمل لا تحبه، وبالتالي إن معناها أنه ثلث يومك أنت لا تعيش في سعادة. فإما أن تبحث عن عمل تحب هذا العمل، وإما تعلم كيف تحب عملك الحالي. رابع حاجة أيضا تعلمتها من قصة هذا الشخص، أنه الشركات لا تبنى على أشخاص. طبعا يمكن أنت قاعد الآن عندك ردة فعل أنه يا الله الشركة هذه ما قدرت، وإحنا ما نعرف الشركة سوت، فلا يمكن الشركة قدرت هذا الشيء وسووا له هدية. أنا ما أخذت القصة كاملة، يمكن أعطوا لي أهله مثلا مبلغ مالي إنشورنس كبير جدا، يمكن هو سبله، ما نعرف الشركة إيش سوت مع هذا الموظف. صح هم لقوا بديل خلال ساعة، بس يعني الشركات لا تبنى على أشخاص، وبالتالي لازم هو يجيبوا بديل، بس ما نعرف إيش سوت الشركة إيجابيا مع هذا الشخص، ولا نعرف إيش سوت سلبيا. فلا تحكم على الشركة إن شركة سيئة. فتعلمت إنه وقتها قلت يا سهل، لو أنت الآن لا قدر الله ربنا أخذ عمرك ومت، هل شركاتك حتوقف ولا حتكمل؟ فوقتها برضو دقيقة شوية، ومن وقتها بدأت أأهل الشركة إنه أنا لا قدر الله صار علي شيء إنه الشركة تعيش. ليش تعيش الشركة؟ عشان يعيشوا أبنائي منها، عشان يعيشوا الموظفين اللي موجودين فيها منها، عشان العملاء اللي دائما يتعاملوا معنا يكملوا التعامل معنا، وبالتالي الشركة هذه تعيش.
فبدأت أنظم حياتي في العمل أيضا، إنه كيف ممكن أشتغل بشكل صحيح جدا، كيف ممكن أسوي سيستم، كيف ممكن أسوي SOPs يسموها، بحيث إنه لو أنا لا قدر الله صار علي شيء العمل ما يوقف. والحمد لله وصلت إلى مرحلة مرة كبيرة، قريبا بإذن الله حأستقيل يعني من وظائفي كلها. أنا مدير تنفيذي، كنت مدير تنفيذي مختلف سبتها، كنت مدير تسويق في وصل الحمد لله، الآن أهلنا مدير هناك مني قاعد أشتغل معاهم. المدير التنفيذي أنا الآن في سهل ريتش، والمدير التنفيذي في أكاديمية ماستري. قريبا إن شاء الله حأبدأ أستقيل من هذه الشركات وأبدأ أشتغل بشكل كبير جدا على إنه إما أبني شركات أخرى في عملي، وإما إنه أكون فقط كبورد دايركتر، بس علشان إنه أكون أتأكد إنه هذه الشركات ممكن تعيش وتكمل من غيري. ستيف جوب مات بس أبل ما زالت حية إلى الآن. فهذه أيضا الأشياء اللي تعلمتها. فهذا الرجل اللي توفى الله يرحمه هذا يشكر على هذا الأمر. فإذا أنت مدير في شركة والشركة قائمة عليك، ترى لا يعتبر أنك أنت مدير ناجح، أنت مدير فاشل. المدير الناجح هو الشركة اللي لو غاب ما يصير لها شيء، لو فقد الشركة تكون ماشية. خامس شيء تعلمته، العلاقة الروحانية مع الله سبحانه وتعالى. إيش علاقتك مع الله حاليا؟ ترى مهمة جدا. عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعش لآخرتك كأنك تموت غدا. ليش عش لدنياك كأنك تعيش أبدا؟ إحنا لو نعرف إنه إحنا ما نموت، ترى ما حيكون حياتنا متسارعة بهذا الشكل، وما حيكون كأنه يلا بسرعة لازم أروح الشغل، لازم أشتغل، يا الله صار عمري 40، صار عمري 50، حاموت بعد شوية، لازم أتزوج. هذا كله بيصير ليه؟ لأنه إحنا عارفين أن الدنيا محدودة، حنموت، إحنا حنموت 60 70 50، الله أعلم، العمر بيد الله. لذلك عش لي دنياك كأنك تموت، كأنك تعيش أبدا. لما أنا أعيش بعقلية إنه أنت راح أعيش أبدا الدهر، إيش يعني؟ التسارع يقل، وبالتالي تركيزك أعلى، مو بس على شغلك، على شغلك، على حياتك، على أهلك، على أشياء القيم الأخرى اللي تشعرك بالسعادة. وعيش لآخرتك كأنك تموت غدا. علاقتك مع الله سبحانه وتعالى لازم تكون قوية دائما. فأنا من زمان بسبب انشغالي بعملي وشغلي نوعا ما علاقتي مع الله تأثرت شويتين. أأخر الصلاة، ما أصليها في وقتها، أصليها بعدها، أجمع الصلاة ظهر مع عصر. من ذاك الوقت بدأت أقول دقيقة شوية، لا خليني أصلي على الوقت، خليني أحاول أني أصلي السنة أكثر، خليني أحاول أذكر الله سبحانه وتعالى، أستغفر. بدأت حتى أربط وهذا الشيء الصح. لما تصير عندي أزمة مالية على طول أول شيء أسويه الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار ايش الجوائز اللي تجيك من الاستغفار؟ ايش اول شيء؟ ما ذكر الجنات ربنا سبحانه وتعالى، ما قال اول شيء ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وقلت استغفر ربك انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال، اول شيء المال فاثر الاستغفار، وبنين بعدين الاولاد رزق، لان الابن رزق، ويرزقكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فبدات استشعر بهذا الشيء حقيقه. فدائما تلاقيني باستغفر باستمرار اذا كان عندي ازمه ماليه على طول، اول شيء الاستغفار ده ما اسيبه الحمد لله. علاقتي مع الله اصبحت اكثر، لانه انا ممكن في يوم من الايام في وقت من الاوقات في ساعه من الساعات نحن لا نعلم فجاه خلاص يقضى، خلاص عمرك انتهى عند الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فهل انت جاهز للقاء الله سبحانه وتعالى؟ هل روحانيا انت جاهز؟ وشعرت وقتها ايضا لما انا الجانب الروحي تبعي بدات اقويه بشكل كبير جدا مع الله سبحانه وتعالى، بدات اشعر بالسعاده بشكل اعلى، سبحان الله. وبدات اشعر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في امور كثيره قد اكون اجهلها او قد لا اكون اجهلها، بس اشعر دائما بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فاللي بقوله انه في الاخير انت ما تعرف متى، يعني ما ودي احصرها احول القناه هذه لقناه وعظ او ايا كان، لكن ولا ودي اني، لكن يعني جزء الدين هو جزء من حياتنا، علاقتنا مع الله سبحانه هو جزء مهم جدا في حياتك اليوميه. لا تهمله بسبب تسارع حياتك العمليه، حاول دائما يكون أولوية بالنسبة لك زي أهلك، لا تهملهم بسبب حياتك العملية. أعطي كل ذي حق حقه، لما تروح الشغل روح الشغل وحب شغلك
وأديه كل ما لديك يخلص شغلك خاصة انفصل، حاول تتعلم كيف تنفصل، وأنا الآن قاعد أتعلم وما زلت أتعلم كيف أنفصل عن شغلي. وقتها أبدأ أركز أصحابي أصدقائي أتواصل معهم وأشعر أهلي، فأشعر بسعادتي، مستوى السعادة عندي يرتفع أكثر جدا. وبنفس الوقت لا تركز على الأشياء الأخرى، القيم الاجتماعية والروحية وعلاقتك مع الله، وتنسى المال. هذا لا يعني أنه غير مهم، لا لا، المال مهم، نجاحك في عملك مهم، نجاحك المالي مهم جدا، لأنه يكمل عجلة السعادة عندك. فيجب أنه يكون كلها متزنة وتعطيها حقها، عشان لا يفهموا ناس سهل، مع أنه أنت قاعد تنصحنا ولازم نشتغل. أيوة أشتغل، لكن أفصل العمل عن الحياة. المال مهم، كما الصحة مهمة، كما الجانب الاجتماعي عندك مهم، كما الجانب الديني والروحي عندك مهم، كلها.